النادي الموريتاني لخريجي الجامعات السورية يطلق جمعيته العامة الاستثنائية من العاصمة نواكشوط، ويتصدر أعمال هذه الجمعية العمومية انتخاب مكتب تنفيذي وهيئات جديدة، ويشارك فيها ساسة وشخصيات علمية وفكرية في البلاد. ويقول رئيس النادي الموريتاني لخريجي الجامعات السورية إن النادي يضم العشرات من الأطر الذين يحملون شهادات في تخصصات متعددة، مضيفا أن توافد الموريتانيين على الجامعات السورية بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، وشكل خلال سنوات حلقة وصل للتعريف بالبلاد الموريتانية وأثمر علاقات علمية وثقافية متميزة. وهي الاتفاقية التي تجد ما يبررها من أواصر الأخوة ووشائج القربى وروابط الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك. لقد كان للأزمة السورية كبير الأثر على الراغبين في الدراسة في سوريا، حيث توقفت البعثات العلمية، مما شكل نضوبا وتجفيفا لمنبع النادي الذي كان يرويه. وشكلت الدورة الاستثنائية العادية للنادي مناسبة أبرز من خلالها بعض المتدخلين محطات دراسته في الجامعات السورية، مستعرضا جوانب منها خلال ستينيات وثمانيات القرن الماضي. أذكر تلك الأسرة الليفية التي كانت كلما حلت بالشأم تتحفنا كرم أمن بالجبن واللبن والفاكهة. أم صاحب البيت الذي كنا نسكن فيه وأصحاب البقالات المجاورين وأصحاب المطاعم، وكانوا كلهم لكرمهم يصبرون علينا كلما تأخرنا عن دفع ديونهم. وتطرق متدخلون خلال افتتاح الجمعية العمومية للحديث عن مراحل التحاقه بالدراسة، وما قال إنها ظروف صعبة يعيشها الطلاب الموريتانيون في الجامعات السورية في الوقت الحالي خلال الأزمة الحالية في سوريا، والتي كانت حاضرة بقوة خلال اللقاء الذي أسدل الستار عليه بانتخاب هيئات جديدة للنادي لتحل محل الهيئات القديمة، وبتكريم بعض الشخصيات من داخل النادي وخارجه.